أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن في تغطياتنا المستمرة من قناة الأيام الفضائية، وزلنا معكم في هذه التغطيات نسلط الضوء على ما يجري اليوم في المنطقة، وخصوصا في لبنان، في جنوب لبنان وغزة، والاعتداءات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني. لذلك كونوا معنا في هذه التغطية، وهذه الساعة سيكون معي في هذه التغطية مشاهدي الكرام الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مؤيد، حياكم الله. وأيضا سيكون معي من بيروت حسان عليان المحلل السياسي. أهلا بك سيد حسان. وبالإضافة إلى ذلك، من المفروض أن ينضم إلينا سيد ياسر فرويلة المحلل السياسي من مصر، لنسلط الضوء بشكل دقيق ومباشر على ما يجري من أحداث في المنطقة. أبدأ معك سيد حسان، بداية كيف تصف لنا الوضع الآن في بيروت وخصوصا في الضاحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للضيوف الكرام، للمشاهدين، لكل عاملين معكم، كل تحية للشهداء والجرحى، تحية لكل هذا اللحظة المصيرية والمصيرية. بشكل عام الوضع الحالي من يوم الاثنين حتى اليوم، العدو الإسرائيلي ما زال يرتكب المزيد من المجازر وسقوط المزيد من الشهداء، ونتحدث الآن بعد 4 أيام عن 1300 شهيد تقريبا، عن حوالي 6000 جريح، عن تدمير عشرات بل مئات ربما البيوت التي تعود بالمجمل هي للمواطنين اللبنانيين. لم يكن هناك موقعا عسكريا كما يزعم العدو الإسرائيلي، في استهدافاته 1200 نقطة تابعة لحزب أو 2000 نقطة عفوا تابعة لحزب الله، هو كذب وادعاء تضليلي. هو يبني على هذه المسألة يبرر مسألة الجرائم، أو أنه أكد أن العدو هو ديدنه وثقافته وطبيعته الإجرام، وهكذا أسس وهكذا بني. هو الشيطان الأكبر أمريكا وإخوانهم الغرب، يعني الذي كان يزعم لأنه دول ذات ديمقراطية، وهذا اكتشف بعد معركة طوفان ناصر. ما يجري الآن تحديدا في الضاحية الجنوبية، ليس هناك استهداف مباشر باستثناء الاستهدافات الأمنية التي حصلت مطلع الأسبوع الماضي، يعني نتحدث عن التفجيرين الإرهابيين فيما يتعلق بالبيجر وفي مسألة كان استهداف الضاحية بغارة مباشرة على حي الجاموس القريب من القائم، والتي ذهب ضحيته أكثر من 60 شهيد وجريحا وتدمير مجموعة المباني السكنية، وأيضا استهدافات لأيام متتالية. يعني يزعم العدو الإسرائيلي قيادات كبيرة في حزب الله، وأيضا اليوم يقول لأنه استهدف قبل ساعة قائد كبير وأنه الساعد الأيمن للسيد حسن نصر الله. طبعا هذا الإعلام جزء منه تضليلي وتضليل وكذب، والأمر الآخر له علاقة في مسألة الحرب النفسية التي يخوضها العدو الإسرائيلي إلى جانب القتل والتجزير، لأنه ليس هناك من أهداف يخوضها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية. في التكتيك قد يحصل بعض النجاحات، ولكن على المستوى الاستراتيجي أطمئنك وأطمئن كل إخواننا في محور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين أن قدرات المقاومة لم تمس، أن العمل في لبنان يعمل بتكتيك هادئ وعقلاني، وهذا ما حسن نصر الله. نحن نغضب ولكن نقاتل بعقلانية وبحكمة، وهكذا مقتضيات الحرب. ما حصل قبل ساعة تقريبا هو استهداف احدى الشقق في مبنى سكني قريب من منطقة حي الأبيض، يعني تقاطع السيد هادي نصر الله، وهو يقول انه استهداف كبير في حزب الله. انا كنت على مقربة وانا شاهد في ام العين، هو استهداف في شقة سكنية عبارة عن طابقين. لغاية الان التحصيلات الإحصائية الأولية تقول أن هناك 3 جرحى، سيقول استهدفنا وحصلنا على مرادنا، حتى هذا الآن هو إعلام إسرائيلي. لذلك ما يحدث هو حرب على كل المستويات. العدو الإسرائيلي يخوض حرب وجود بالمعنى الحقيقي. حركات المقاومة الآن في وضع هي من ترسم المسارات، هي من يعني تسير في خطوات ثابتة وأيضا تصل إلى مبتغاها. ونحن ايضا في محور المقاومه التزاما بالقضيه الفلسطينيه، وايضا يعمل اسدادا لغزه كما هو الحاصل من اليمن الى العراق الى لبنان وايضا في القلب ايران. هذا الامر كان وسيبقى هو الثابته الحقيقيه، ولا يمكن لكل الذي قام به العدو الاسرائيلي
ليحصل على مبتغاه، وحدد ثلاثة نقاط إلى حد ما. الأولى كانت من خلال اغتيال عبر التويتر، يعني جعل بيئة المقاومة تشعر بالفوضى، وأيضا ضرب البنية للمقاومة على عبر مسألة جهاز أجهزة الاتصالات والتواصل وهذا الأمر والاتصالات. والأمر الثالث له علاقة بأن القيادة والسيطرة لحركة المقاومة سوف تكون في موقع كثير صعب. لذلك هو اكتشف ورهن أنه بعد يعني خلال 24 ساعة من بعض الاستهدافات الثلاث ظن أن المقاومة خطت حركتها، ولكن مباشرة في اليوم التالي كانت العمليات للمقاومة أكثر قوة وحضورا، أكثر تأثيرا، وهناك أيضا مسافات بعيدة اعتمدت في عمليات المقاومة للتأكيد أن القيادة والسيطرة ما زالت بأعلى مراتبها، أن قدرات المقاومة لم تمس. ولذلك العدو الإسرائيلي يعلم تماما عندما فشل في هذه الضربات الثلاث سعى إلى مسألة تفجير الواقع في جنوب لبنان، وأيضا هناك يعني استباح كل لبنان من أقصى إلى أقصى لضرب المدنيين بالمباشر. هو يريد من خلال هذه الضربات كما حصل في غزة طرد السكان من جنوب لبنان تحت النار. هو يقول نتنياهو المجرم أنه المفاوضات بالنار، ويفرض شروط جديدة أنه لن يعود أبناء الجنوب إلى قراهم إلا أن يعود أبناء الشمال. يريد أن يخلق معادلة جديدة، وهذا ما قاله بايدن بشكل غير مباشر أنه حتى إعادة المواطنين إلى جنوب وإعادة أبناء المستوطنات إلى شمال فلسطين المحتلة يجب أن نسعى إلى احتواء الموقف. يؤكد مسبقا أن الأمريكي الشريك مباشر من أجل لبنان وما جرى في غزة، وهذا الأمر أصبح واضح. سنأتي إلى هذا الموضوع سيد عليان. دعني أنتقل إلى الأستاذ مؤيد العلي هنا في بغداد. أستاذ مؤيد، يعني ما زال الكيان الصهيوني يبني مجده المزعوم على أجساد الفلسطينيين، وبالتالي هو يتعكز على المجازر والإبادة الجماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدي الكريم والضيوف الكرام وإلى كافة مشاهدي قناة الأيام الفضائية. بدءاً هذا الكيان الغاصب هو لا يمتلك أي إنجازات حقيقية. هذه الغدة السرطانية التي زرعت في قلب الأمة العربية والإسلامية تحديداً فلسطين الحبيبة كانت لي يعني وظائف تخص المصالح الغربية تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك رأينا على طول عمر هذا الكيان الخبيث الدعم الأمريكي متواصل ومستمر على أعلى المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية. الكيان الغاصب بعد عملية طوفان الأقصى لم يجد ولم يستطيع أن يعني يداوي جراحه، لم يستطع أن يحفظ ماء وجهه الذي أريق، لم يستطع أن يعيد المعادلة التي كانت تقول أن إسرائيل هي تمتلك الجيش الأقوى على مستوى المنطقة بل على العالم، لم يستطع أن يحقق أهداف المناورة البرية التي انطلق بها بعد الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى، وهي القضاء على حركة حماس، تقليل وجودهم، إجراء عملية تغيير ديموغرافي في مناطق معينة في قطاع غزة. كل هذا الأمر لم يحدث أكثر من 11 شهر، والمقاومة الفلسطينية صامدة رغم الحصار البري والجوي والبحري والدعم المطلق واللامتناهي لإسرائيل من قبل طائرات التجسس والأقمار الصناعية الأمريكية والغربية والعديد من دول حلف الناتو. لا ننسى الجسر الجوي الذي قامته أمريكا لدعم إسرائيل لحد هذه اللحظة بمختلف المعدات والأسلحة والتقنيات التكنولوجية على مستوى الاتصالات وعلى مستوى الأسلحة. كل هذه كل ما يمتلكه الجيش الإسرائيلي، لكنه لم يستطع أن يحقق نتائج حقيقية على أرض الواقع. لذلك انتج إلى الخطة الثانية والخطة الثالثة. المرحلة الثانية والثالثة هي مرحلة الاغتيالات، مرحلة الأحزمة النارية لنسف أبلية قطاع غزة، البنى التحتية، استهداف المدنيين. رأينا أكثر من مجزرة حدثت في مدارس، في مستشفيات، لأن الكيان لا يوجد غير هذه اللغة ولا يوجد غير السياسة الدماء. بالتالي كل ما تدعيه أيضا هذا الأمر كشف ادعاء أمريكا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. لذلك الفشل الحقيقي لإسرائيل في أرض في ميدان المعركة عدم قدرتها على مواجهة المقاومة الشبحية لحركة حماس التي ما زالت تضرب إلى حد يوم أمس. كانت هناك أعمال نوعية ومباغتة لاستهدافات جنود إسرائيليين أو حتى دبابة المركبة التي تعتبر متطورة على مستوى العالم والأولى بالنسبة لإسرائيل. كل هذا الفشل هو دفع نتنياهو أن يتقدم باتجاه خطوة معينة. كنا نتكلم عن الملف اللبناني،
ما يحدث اليوم في لبنان من عمليات قصف عشوائي وعمليات مجازر وإبادة، يعني هي تأتي ليست تنطلق من نقطة قوة إنما من نقطة ضعف لإسرائيل، تحديدا حكومة نتنياهو وجدت نفسها في خيارات ضيقة تحاول أن تهرب من قطاع غزة. أيضا جبهة الإسناد اللبنانية كانت فاعلة وبشكل حقيقي استطاعت أن تشغل الكيان الغاصب، يعني نسبة كبيرة جدا من القوات الإسرائيلية البرية أو حتى الجوية والاستخبارات هي استطاعت أن تشغلها بشكل كبير جدا، وبالتالي أعطت فسحة للحركة وحرية المناورة في الميدان للمقاومة الفلسطينية. لذلك نتنياهو أصبح في خيارات ضيقة، لا يمتلك خيارات استراتيجية، لذلك لجأ في خطوة هي تعتبر مستنقع آخر وقعت فيه حكومة نتنياهو التي تريد التصعيد. عندما قال مغير عذر المقاطعة، ولكن من يخطط لنتنياهو؟ الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من تصريح البيت الأبيض يقول إننا يعني نحاول جهد الإمكان أن لا نريد أن نوسع هذه الحرب وتكون شاملة، وبالتالي تحاول أنه ولكنها ملتزمة بدعم الكيان، هكذا يقول. نعم. الآن نتنياهو كيف يتصرف؟ من يحرك بوصلة نتنياهو في هذه الحرب؟ منذ الساعات الأولى بعد عملية طوفان الأقصى من يدير دفة الأمور في إسرائيل على المستوى الأمني والعسكري والسياسي بل حتى الاقتصادي هي الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما نسمعه في وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها التابعة لأمريكا وغير التابعة لأمريكا هي تمثل نفاق وكذب أمريكي. اليوم أمريكا تمارس النفاق السياسي، هي تريد وأيضا استغلت إسرائيل واستغلت الأزمة الفلسطينية وما يحدث في لبنان من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. جزء من يعني صاحب القرار السياسي يريد أن يحقق نصر لإسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه الحق لحد الآن لم يحقق نصر لكي يخاطب الناخبين اليهود المتواجدين في أمريكا. أيضا عندما يقول، وهذا الأمر بينه السيد الخامنائي في خطابه أو في لقائه يوم أمس، إنما عندما تقول أمريكا نحن لا نريد التوسعة وبالتالي يجب أن يكون هناك عملية تفاوض وحل الأزمة، هي تخاطب في نفس الوقت الناخبين المسلمين المتواجدين في أمريكا. لذلك أمريكا عندما وصفت بأن الشيطان الأكبر هي فعلا شيطان أكبر، يعني تحاول أن ترقص على جراح العالم. هي أيضا اليوم عندما تدعم حكومة نتنياهو تريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة لكي تحافظ على مصالحها. أي اليوم إسرائيل بكل معنى كل هذه المعنى إسرائيل تعيش في خطر وجودي. لذلك نتنياهو بدأ يتجه إلى الأمام، أن يهرب إلى الأمام بهذه الخطوات التسريعية. عندما قال يعني لا نقوم بعمليات ضرب في العمق اللبناني من أجل تقليل فعالية حزب الله أو سلب قدرات حزب الله التسليحية، هذا الأمر لم يحدث. في الضربة القوية التي حدثت في خلال تفجير أجهزة البيجر استطاع حزب الله أن يمتص هذه الضربة وأن يعني يحافظ على توازنه، وبعد ساعات رأينا عمليات قصف لأكثر من 150 صاروخ لمديات بعيدة. وصل اليوم يعني صاروخ الذي استخدم لقصف مركز الموساد في ضواحي تل أبيب تقريبا 110 أو أكثر كيلو متر، وهذا تطور نوعي جدا، أنه الرسالة الواضحة أننا نستطيع أن تصل هذه الصواريخ، وعلما أن الصاروخ الذي استخدم أقصى مدى له هو 190، فبالتالي يستطيع أن يصل إلى تل أبيب أو حتى في منتصف أو وسط تل أبيب. كل هذه الرسائل تبعثها المقاومة الإسلامية في لبنان لأنها استطاعت أن تعمل وفق مبدأ قرآني، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تهبون بي عدو الله وعدوكم. لذلك اليوم يتمتلك رسالة من الأسلحة، وبالتالي يبقى حزب الله رغم كل ما يحدث اليوم. هذه نتيجة طبيعية للصراع التاريخي والأزلي مع الكيان الغاصب. يبقى حزب الله هو مدرسة المقاومة، مصنع الأبطال والمجاهدين. كل ما قام نتنياهو هو عبارة عن دخوله في مستنقع آخر من مستنقعات محور المقاومة. طيب أستاذ حسان، إذا كنت تسمعني أستاذ حسان، هل من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هنالك حل دبلوماسي وإيقاف هذه الحرب؟ الأستاذ مؤيد حكى نقاط كثيرة مهمة، وأنا أؤيد بكل مفردات ما دخل في هذا التقييم الشامل. ضرورة أمريكية، وكانت هي دولة القوية في المنطقة بعد معركة طوفان الأقصى، الكيان الإسرائيلي زلزل على كل المستويات وهناك مرتكزات أساسية سقطت. مثلا يعني رجع وانذار مركز معركه واحده في ضربه طوفان الأقصى كانت الضربه القاضيه للعدو الإسرائيلي. ذلك وجدنا كل الغرب والامريكي الى جنب الكيان لاستنقاذه مما حصل، ولذلك وجدنا ان بايدن وكل القياده الامريكيه كانت في قلب الميدان، بل كانت تجتمع مباشره في حكومه كابينات اداره المعركه. قالت كلها التي سقط عنها الكيان الإسرائيلي دفاع عن النفس، يعني هم دائما لغاية هذه اللحظة يبررون العدو الإسرائيلي
يقوم بهم الإجرام والدفاع عن نفسه. الآن تقوم بأي حرب دون أن تكون لها حماية. هذه الحماية ليس فقط على مستوى قرارات مجلس الأمن وحق الفيتو والدعم المالي والأسلحة، هي تريد أن يكون العدو الأكبر الشيطان الأكبر الأمريكي بالمباشر في الميدان العمليات. ولذلك حصل قبل أيام الاغتيالات أن تضرب البنية الأساسية في المقاومة وأيضا لتؤثر على معنويات البيئة، ولكن هذا الأمر لم يحصل ولن يحصل. أمريكا لا تتجادل بمسألة تحكيم. أمريكا منذ معركة طوفان الأقصى وبعد وتحطمت كل المشاريع نتنياهو والسقوف العالية التي رفعها حرب ضرب حماس وصحب حماس وضرب قدرات حماس واسترجاع الأسرى بدون شروط، وحدث أيضا عن بناء شرق أوسط جديد. هو يقول من خلال هذا الأمر أنه ما كان وما زال يكاد أن إسرائيل قوية وتستطيع أن تفعل، ولكن بعد 12 شهر وقدرة المقاومة المحض وأيضا وتأثيره في الميدان تعمل ذلك. سعى العدو الإسرائيلي من خلال الضغوط الدبلوماسية وأيضا الضغوط الأمريكية على لبنان والفرنسية تحديدا، وبالأمس تحدث الرئيس يقول أنه عليه أن يضغط على الحركات التي تخرب المنطقة، يعني حركات المقاومة تخريبية لغاية هذه اللحظة رغم الدماء التي تسفك على أرض لبنان وأيضا في غزة وفي المحور. يظن بأن إسرائيل ما زالت هي دولة حمامة سلام، وبالتالي هي التي يعتدى. موقف أخي الكريم كشفت فيه كل الأوراق. نحن أمام مسارين، إما مع الحق أو مع الباطل، كما قال السيد القائد بالزمان في أول يعني معركة طوفان الأقصى، هذه معركة الحق مع الباطل. ولذلك حتى قبل يومين قال أن كل القدرات الاستراتيجية هي في خدمة المقاومة، أن يأخذنا إلى حرب شاملة يقضي على كل مقاومة. أنا باعتقاد التكتيك الاستراتيجي التي يعطي حركات المقاومة في مسألية كيفية التدرب ميداني، هذا الذي يقود مضاجع الكيان الإسرائيلي وأيضا الأمريكي. بعد معركة ضرب صادق يا إيران على الهواء مباشرة باستهداف الكيان برا من مسافة 2400 كيلومتر، وأيضا الصاروخ الفرد الصوتي من اليمن قبل أيام والذي وصل إلى عمق الكيان الإسرائيلي، ولم تستطع كل منظومة العالم الدفاعية العربية التي كانت موجودة في المنطقة الحديثة داخل الكيان الإسرائيلي أن تسقط صاروخا واحدا تجريبيا، فما بالك لو بدأ حزب الله بضخ. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد حسان عليان، سنحاول الاتصال به. وكلنا يعلم أن الإنترنت هناك يعني ربما توجد مشاكل. سيد مؤيد، بالنسبة لصحيفة يدعوت، احنا ذكرت أن العملية البرية باتت وشيكة، وحتى تم يعني استدعاء لواءين بالإضافة إلى 5 فرق متواجدة أصلا، الهدف أنه اجتياح بري. هل تعتقد أن هذا الاجتياح سيكون سريعا وينفذ في الساعات المقبلة؟ ولماذا رحب السيد حسن نصر الله بهذا الاجتياح البري؟ نعتقد أنه اليوم السيد حسن نصر الله وحزب الله وأيضا باقي فصائل المقاومة في كل المحور هي تنتظر هذه الفرصة. ما حدث في 2006 وأعتقد أن إمكانيات حزب الله ومحور في المقاومة في عام 2006 تختلف تماما عن عام 2024. هناك تطور نوعي على مستوى التدريب، مستوى التسليح، مستوى امتلاك المعلومة الاستخبارية واستخدامها، ومستوى أيضا الرصد الاستخباراتي المهم، وأيضا امتلاك أسلحة نوعية. يعني أكرر وأثبت أن كل جبهات المقاومة تمتلك أسلحة نوعية جديدة لم تزج بها لحد الآن في الميدان، تنتظر تطورات الأحداث وحسب التصعيد من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. في عام 2006 رأينا كيف أن حزب الله استطاع أن يفشل الاجتياح البري الإسرائيلي، كيف استطاع أن يجعل أحد الأودية في جنوب لبنان هي مقبرة لدبابات المركبة التي كانت تعتبر الأولى في العالم في تلك الفترة، في خطوات أثلت الجانب الإسرائيلي قبل أن تذهل أصدقاء وحلفاء حزب الله. فما بالك في هذه الفترة؟ أنا أعتقد أن حزب الله متشوق لهكذا خطوة استفزازية. ما يحدث في الإعلام الإسرائيلي التابع لحكومة نتنياهو، هناك إعلامين، هناك إعلام نقول معارض أو شبه معارض لكل ما يحدث، ويقول أن عملية الاجتياح البري للحدود الشمالية بمعنى أنه حدود مع حزب الله هي سوف تكون انتحار لحكومة نتنياهو وسوف تكون خسائر كبيرة جدا. الإعلام التابع لحكومة نتنياهو يحاول أن يضغط على الرأي العام من خلال هكذا تقارير وهمية.
حتى بعض الجنرالات في الجيش الإسرائيلي السابق وضحوا هذا الأمر بشكل حقيقي وواضح، أن إسرائيل لم تمتلك هذه القدرة إلا كان هناك قرار يعني انفعالي من قبل حكومة نتنياهو. لماذا؟ لأن اليوم الجيش الإسرائيلي منكسر بشكل واضح وبشكل كبير. لواء غولاني الذي كلنا نسمع عنه منذ تأسيس هذا الكيان الغاصب، منذ أننا كنا صغار، لواء غولاني كأنما هو يعتبر أحد أهم ألوية النخبة في إسرائيل على مستوى العالم، كيف تكسر تحت ضربات وأيدي المجاهدين في حركة حماس في غزة. وأيضا هناك كانت إعادة هيكلة لهذا اللواء بعد عمليات يعني قنص وعمليات استهداف لدباباتهم، هناك إصابات عديدة على مستوى الأرواح وعلى مستوى المعدات، وكان هناك عملية لإعادة وهيكلة لواء غولاني. فما بالك أن تأتي إلى حزب الله الذي هو باحتراف إسرائيل أكثر وأشد تدريبا ممارسة وخبرة. حزب الله خاض معركة 2000 ومعركة 2006، وخلال هذه الفترة يدرب ويجهز ويراقب العدو. أبسط شيء وأكبر دليل على قدرة حزب الله من الناحية الاستخباراتية ما قامت به عمليات الهدهد الأولى أو الثانية أو غيرها من رصد أهداف نوعية. لحد الآن يعني حزب الله لم يستهدف إلا جزء بسيط من عشر من هذه الأهداف التي ظهرت، وكانت أهداف نوعية توقف إسرائيل. إسرائيل اليوم تستنزف على المستوى الاقتصادي، الميناء إيلات توقف بشكل كامل، وكانت هناك ضربات نوعية مباركة من قبل جبهة الإسناد في اليمن وحتى المقاومة العراقية. إلى حد البارحة كانت هناك استهداف حقيقي وواضح، بل نقل بشكل مباشر من أحد القنوات بصورة خاطئة، كانوا يصورون ميناء إيلات ويقولون أن هيئة رئاسة الأركان الإسرائيلية تقول أنه تم إيقاف وصد المسيرة خارج حدود إيلات، وفي نفس هذه اللحظة في هذا الكلام سقط الطائرة المسيرة على أحد الأهداف في الميناء. فبالتالي هناك استنزاف اقتصادي كبير جدا، حركة التجارة متوقفة. لذلك عندما يلجأ نتنياهو إلى هذا الخيارات، لماذا؟ محور المقاومة، وقالها السيد حسن ناصر الله أن المعركة مع الكيان الغاصب تكسب بالنقاط وليس بالضربة القاضية، وهذا دليل على حكمة وقراءة ميدانية على المستوى استراتيجي إضافة إلى المستوى التكتيكي. لذلك نتنياهو يدرك أنه خلال سنة من هذا الاستنزاف خسر الكثير على مستوى المعدات وعلى مستوى الأرواح وعلى المستوى السياسي والاقتصادي. لذلك هو يريد أن يتقدم بهكذا خطوات يقينا سوف لن تكون حاضرة. وحتى الوساطات التي تتكلم عنها، أعتقد الضيف كان صوت غير واضح، هي قد تكون محاولات فرنسية أو أمريكية لإنقاذ الكيان، لأنه مجرد ردود أولية من قبل حزب الله وصلت إلى ضواحي تل أبيب، وصلت إلى منشآت أو مواقع سرية للموساد، إضافة إلى مصانع عسكرية. لذلك الكيان أيضا أعود وأقول وضع نفسه في مأزق حقيقي آخر. إن كان هناك اجتياح بري سوف تكون انتحار لحكومة نتنياهو وحكومة جيشه، وفعلا كما قالت حزب الله سوف يكون هناك عمليات قتل وقنص واستهداف على الهواء مباشرة. سيد حسان إذا كنت تسمعني، هل الاجتياح البري بات وشيكا، خصوصا وأن هنالك أكثر من 5 فرق وتم استدعاء لواءين؟ يعني ما لا أعلم، يعني هل باستطاعة الكيان مواجهة صمود وقوة وشجاعة وبسالة أبناء المقاومة؟ ولماذا رحب السيد نصر الله حفظه الله بهذا الاجتياح؟ يبدو هذول الجماعة ما بيتعلموا من تجارب التاريخ، حتى بحروبهم مع حزب الله في لبنان قلت نموذج، أنه قالوا في البدايات أنه خلال 4 أيام حزب الله صاروخية، خرج السيد نصر الله وتم استهداف ساعة 5 التي كان يتغنى بها السيد كبارجة يعني مدمرة بحرية مؤيدة البحرية. الآن حزب الله في الميدان يشكل عملية ورقة باغتة كبيرة جدا على بنية الكيان الإسرائيلي، لذلك هو يسعى من خلال الضغوط والتهويل الإعلامي من خلال الحرب البرية، ما هو منذ البدايات كان يهدد حزب الله بحرب تقتحم يعني يقف الحرب البرية إلى لبنان. أولا يهيئها والتي كان دائما عبر التضليل الإعلامي أنه يأتي بها من الجنوب باتجاه معركة الشمال، هو يعلم تماما أنه لن يستطيع بالذات 3 أو 4 فرق أن يقوم بحرب برية. أصلا إذا كان يريد فعل الحرب البرية ناجحة يحتاج إلى 7 فرق. السيد نصر الله في خطاب الأخير قال وسهلا بكم، وكما قال منذ أسابيع أن الدبابات التي ستصل إلى جنوب لبنان سوف لن يبقى منها دبابة واحدة. كان يقول جلا أن الدبابة التي يعني الموجودة في رفح سوف تنطلق باتجاه شرطة، يعلم تماما أمريكي تحديدا يعلم،
ان القدرات المتفرده لدى حزب الله والتكتيك الاستراتيجي صحيح. السيد نصر الله لم يقل عبثا ولا كلاما في الهواء. السيد نصر الله عندما تحدث عن متوطن وهو صادق. لذلك هذه الحرب البريه اليوم اصلا يعني ضباط طالبين يتحدثون قامت اسرائيل بحرب بريه يكون حزب الله قد نجحت الفخر ان كانت الحرب البريه من اتجاه الجولان كما كان يخطط قبل اسبوعين او اتجاه شمال فلسطين المحتله. سوف يكون الشباب في المناطق الامنيه على فكره ايضا في محور المقاومه ان الاخوه المجاهدين هم اساسا على الخطه، لم يتركوا المنطقه الحدوديه كما يزعم العدو الاسرائيلي وهو يعلم تماما ان هذا التهويل وهذا الضغط الاعلامي لانه يستطيع ان يقوم بحرب بريه وهو جرب ان الحرب الجويه او هذا الغزو الجوي في حرب تموز لم يستطع ان يحقق انجاز، فلجأ الى الحرب البريه وكما قال الضيف الكريم كانت مجزره المركبه في القيام وفي وادي الحجير. ولذلك العدو الاسرائيلي في وجدانه وفي ثقافته ان يستحضر دائما حتى الجند الاسرائيلي المهزوم بعد 12 شهرا في غزه والذي نال ما نال من حرب نفسيه وهناك عشرات الالاف من الجنود يعانون من ازمات نفسيه وبعض الدول العربيه فتحت لهم المصحات لاجل الترفيه للاسف وهي داعمه بالمطلق حتى اللحظه للكيان الاسرائيلي تضارب حركات المقاومه لانها تعتبر حربات ارهابيه على مسار اخر. انا اقول لك ان ما قام به حزب الله بالامس بصاروخ قادر واحد هي كانت الرساله الابلغ التي جعلت من الامريكي ان يسرب ان هناك مفاوضات مساحه جديه لاقتماع الموقف. الامريكي يكذب منذ بدايه الادوار على غزه. طيب سيدي الكريم، ما هي شروط حزب الله في هذه المفاوضات؟ ما هي شروط حزب الله في هذه المفاوضات؟ نفس الشرطين اللي طرحهم السيد نصر الله في اخر خطابه كان يكررهم في جنوب لبنان لان لهذه العمليات قدره تدميريه وقدره تاثيريه على الجبهه الشماليه وعلى المستوطنين الذين عجروا من فلسطين المحتله وهم بمئات الالاف اصبحوا الان، وايضا له تاثير كبير على بنيه على قدره المقاومه في غزه من اجل تثبيت موقعها لعدم السماح للعدو الاسرائيلي بضرب قدرات حماس او القضاء على حماس. الامر الاخر لن يعود مستوطن الى مستوطنات الشمال فلسطين المحتله الا بوقف العدوان على غزه، هذين الشرطين انه الان اضاف شرطا جديدا جانب انه عوده الاسرى بدون شروط في غزه وعوده المستوطنين الى شمال فلسطين المحتله ايضا بشروط جديده، وهو يريد ان يرسم معادله الان انه تهجير ابناء الجنوب من قراهم ايضا بدون شرطا جديدا على مسألة التطور. حزب الله ليس لا يوقف العدوان على غزة ولن يعود مستوطن إلى محتلة إلا بوقف العدوان على غزة. طيب هل صحيح سيد حسان عذر المقاطعة، هل صحيح أن نتنياهو يعمل بمسارين؟ الأول هو ضرب الدفاعات دفاعات حزب الله، والمسار الثاني هو اعتماد استخدام الحرب النفسية والإعلامية من أجل زعزعة ثقة جنود أبناء المقاومة، هل هذا صحيح؟ لو كان هذا بمقدوره على فكرة هو سعى من خلال التجربة الإرهابية التضحية والاغتيالات المتتالية لقادة كبار في المقاومة لكان وجدنا أن في الميدان الآن أصوات ترتفع في لبنان. هذا ما أراده المقاومة لتقول للسيد نصر الله والمقاومة كفى لا نريد أن نكمل في هذه الحرب. أما وقد حصل ما حصل في الأيام الماضية من خلال الترويع كما يقال والصدمة من أجل التأثير على بيئة المقاومة هذا لن يجدي نفعا. أنا باعتقادي أنا من الناس الذين قدموا شهيدة هي والدة زوجتي على طريق القدس، ونحن وأبناء هذه العائلة نقول للسيد نصر الله ولبيئة المقاومة وللمجاهدين أكملوا المسير ونحن وراءكم. كل هذا التدمير وهذا التجزير والقتل في الميدان لن يجدي نفعا لأن هذه التجربة مع المقاومة منذ عام 48 بيئة المقاومة تتعرض للاغتيال وتتعرض للاستهداف. القرى الأمامية طالما تعرضت للاغتيالات وأيضا للتدمير وهناك مجازر ارتقبت مواكبة وتوأمة مع فلسطين. نحن وأبناء فلسطين منذ الأربعينات نعاني، لذلك هذا الأمر ليس جديد على أبناء قرى الجنوب وأبناء منطقة البقاع وبعلبك والهرمل. في لبنان هناك عدو متغطرس زرعه الكيان زرع في منطقتنا على أرض فلسطين الحبيبة من قبل الغرب ليكون أداة وظيفية العصا الغليظ الذي
الطبيعه ما حصل في معركة طوفان الأقصى، غير كل هذا المسار وضرب المشروع الأمريكي الصهيوني في الصميم. وكما ذكر الضيف السيد نصر الله قال ننتصر بالنقاط وليس بالضربة القاضية، ولكن يبقى قوسين أو أدنى من هذه الضربة القاضية، بدليل أن حركات المقاومة الآن بدأت تتفاعل أكثر من اليمن إلى العراق الذي قام بعمليات بطولية أي الأيام الماضية دعما وإسنادا لغزة وتأييدا للبنان. ولذلك حركات المقاومة وخصوصا في حزب الله كما ذكرت قبل قليل الآن يتعامل مع الوقت تدرج بحركات مدروسة، كل يوم يخرج من مقاومة مقدرات جديدة للعدو الإسرائيلي. بالنار نحن مستعدون، وبالسياسة يجب أن تعلم هذه بعض ما عندنا ندهد واحد واثنين البنية التحتية العدو الإسرائيلي. كان في المقابل هناك عماد 4 وعماد 2 و3 و1 وهناك عماد 5 و6 و7 وهناك فؤاد أيضا. العدو الإسرائيلي يعلم تماما أن قدرات المقاومة ما لا يستطيع أن يتحمله فيما لو قام بحماقة في دخول البري أو بحمر حرب شاملة. هناك ثلاث حركات المقاومة في غزة وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن، وهذا أمر خطير بالنسبة للكيان، أو حرب يعني بمعنى إقليمية كما هو الحال، ولم يستطيع. عند هذه النقطة سيد الكريم كان معنا الأستاذ حسان عليان المحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية، ونتمنى لكم كل السلامة والحفظ إن شاء الله. بعد قليل مشاهدي الكرام سينضم إلي من مصر السيد ياسر فرويلة لنتحدث بشكل مفصل أكثر ونعرف منه الموقف العربي، بالإضافة إلى كيف يقرأ العرب ما يحصل في لبنان وغزة. سيد مؤيد، يعني استمعت إلى ما تفضل به سيد حسان، حقيقة يعني نتنياهو يحاول دائما وبكل الطرق ضرب الدفاعات لكنه لم يستطع لحد الآن، فاتكى على ضرب المدنيين الأبرياء، وبالتالي هذا المسار الأول. المسار الثاني يحاول زعزعة صفوف أبناء المقاومة، وكذلك يعني عمل شق في وحدة الصف اللبناني. هل سينجح بذلك؟ هو لم ينجح، حاول هذه المسارات وغيرها لكن لم يصل إلى نتيجة حقيقية. إسرائيل تعمل بخبث وأيضا تعمل في نفس الوقت بذكاء. نجاح أي حركة سياسية أو أي حركة مقاومة هي تحتاج إلى بيئة حاضنة. هذه البيئة الحاضنة هي التي تجعل حركات المقاومة أو حركات التحرر تقف على أرض صلبة. لذلك حزب الله والعديد من جبهات المقاومة كانت مدركة هذا الأمر، ومدركة أنه ما لم تكن هناك بيئة حاضنة لأي مقاومة توفر لها الدعم والإسناد وقادرة على إبشار مخططات العدو الأمنية والاستخباراتية والإعلامية لن تستطيع أن تحقق أهدافها. لذلك بيئة المقاومة لدى حزب الله هي بيئة صلبة، بنيت عقائديا بشكل سليم وصحيح جدا ومثالي. واقعا عندما حدثت عمليات تفجير البيجر رأينا كيف كانت هي معنويات الجرحى والمصابين وأهلهم، عندما تأتي النساء ويصاب زوجها وأبوها وأخها وتقول ما رأيت إلا جميلة وتبتسم على المرأة، الفضائيات المعادية تعطي صورة واضحة، هي تتناسى جراحاتها وتتأسى بالسيدة زينب. لذلك عندما تكون التربية تربية حسينية وعباسية وزينبية تكون بيئة المقاومة صلبة قادرة على الوقوف بوجه كل التحديات. لذلك فشل نتنياهو ومن معه منذ سنوات، طبعا ليس في هذه الفترة، قد تكون زادت في هذه الفترة عمليات الفصل بين حزب الله وبين البيئة الحاضنة. طبعا عندما أقول البيئة الحاضنة لحزب الله هي ليست فقط الشيعة في لبنان أو شيعة لبنان أو الذين عوائل والذين ينتمون إلى حزب الله. اليوم بيئة لبنان العديد من المسيحيين والدروز ومن الطوائف الأخرى. لماذا؟ لأن حزب الله قدم نموذج ناصع من أجل الحفاظ ومواجهة إسرائيل في كل المنحنيات. إذن على ماذا يراهن نتنياهو؟ نتنياهو يراهن على الوقت، يحاول أن يذهب، وحتى أن تفضل الضيف أستاذ حسان كل التحالف ونتمنى لهم السلامة،
استاذ حسان وما يتكلم به من حرقه قلب وهو يمارس الجهاد السياسي وليس التحليل السياسي يسميه في ظل هذه الظروف ونموذج على البيئه التي تتواجد فيها حزب الله، يعطي شهداء من عائلته وما زال يدافع ويتكلم بهذه الروح المعنويه العاليه. هذا ابسط مثال على فشل نتنياهو بهذه الفتره. نتنياهو يحاول ان يجر، حتى قالها السيد حسان بنقطه مهمه جدا وذكيه، يحاول ان يجر امريكا الى حرب شامله. امريكا بهذه الفتره تحتاج نوعا ما الى تهدئه بعض الملفات لانها امام استحقاق انتخابي كبير جدا، وضعها الداخلي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي غير مستقر، هناك تنافس غير يعني غير ايجابي ومحموم بين الجهتين السياسيتين التي تدير دفه الحكم في البيت الابيض. لذلك نتنياهو يريد يدرك تماما انه في اليوم الاول الذي تتوقف فيه هذا الحرب، في اليوم الثاني الذي تتوقف فيه هذه الحرب سوف يحاسب في داخل اسرائيل. هناك تظاهرات بشكل شبه يومي تطالب بإقالة حكومة نتنياهو لأنه كما يقول الرأي العام للمستوطنين الإسرائيل فشل في إدارة الأزمة. لذلك هو يحاول أما أن يجر أمريكا والمنطقة إلى حرب شاملة، وعندما نقول حرب شاملة سوف تدخل الجمهورية الإسلامية، العراق بكل فصائله المقاومة، اليمن، سوريا قد تكون، وقد يكون هناك موقف لروسيا والصين ودول أخرى لم يكن عسكريا، قد يكون هناك اقتصاديا. أمريكا لا تستطيع أن تتحمل الحرب الشاملة في ظل هذه الظروف. لذلك هم يراهنون على الوقت ويراهنون على قد البعض يقول عملية عض الأصابع أو التفاوض تحت النار، إنه من يستطيع أن يؤذي الطرف الآخر ويقوم بها مجامات ويفقد توازنه ويفقد صبره. طيب. هذا الأمر لم يفلح نتنياهو فيه في التأثير على حزب الله. اسمح لي عند هذه النقطة أنتقل إلى ضيفي سيد ياسر فراويلة المحلل السياسي من مصر. سيد ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كنت تسمعني. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. يا مرحبا بك سيد ياسر. يعني في ظل يعني الوقت الذي يقاتل به أبناء المقاومة وفي الجبهات وبهذه الروعة وهذا الصمود والبسالة، نلاحظ هنالك صمت عربي وعجز عربي فظيع، يعني منقطع النظير، وبالتالي لماذا هذا الخنوع حتى لا يستطيعون يعني التأثير بمجريات الأمور؟ لماذا؟ أولا كل التحية للجنود المرابطين على جبهات القتال وللمشاهد الكريم ولكم ولضيفكم الكريم. هناك أمور لابد أن نعتبرها في حساباتنا ونضعها أمام أعيننا. نتنياهو يطبق تكتيكا معينا وينفذ مخططا، وهو سياسة الأرض المحروقة، وهو إقامة مناطق مشردة مهدمة مع غارات جوية مستمرة. هذا التكتيك نجح في غزة وثبت هذا الوضع رغم مرور عام من الصمود. هو كيف شعبه وكيف حلفائه على هذا الوضع. أيضا نقل هذه التجربة إلى لبنان على أساس أن من يريد أن يذهب بعدها للحرب الشاملة فليذهب، هو عنده اليد الطولة وعنده الاقتصاد الدولي وعنده الدعم العالمي وعليه. فإننا يجب أن نركز على أمرين مهمين. الأولى هي قطع ذراع إسرائيل إما بالمضادات القوية الحديثة التي تستطيع مواجهة F-35 والF-22 أو بإقناع الحلفاء الدوليين من الدول العظمى كروسيا والصين بإقامة منطقة حظر جوي فوق لبنان وفوق فلسطين وفوق غزة تمنع طيران الإسرائيلي من تنفيذ غاراته. هذه الأمور يجب أن توضع في الاعتبار، لأن نتنياهو قد اتخذ هذا التكتيك حسب ما أرى، وأنه لن يذهب إلى الحرب الشاملة إلا إذا ذهب الآخرون إليها، وهو ما يريده للاستفادة من كثافة النيران وقوة تدمير لدى الأسلحة الغربية المحتشدة بالمنطقة. سيد ياسر، سيد ياسر، والتي إذا كنت تسمعني سيد ياسر، أنا سألتك في الوقت الذي يقاتل به أبناء المقاومة بكل بسالة وشجاعة هنالك صمت عربي وخنوع وخضوع وعدم التأثير بمجريات الأحداث، كيف تعلق على هذا؟ كان علي أن أقدم هذه التقدمة حتى نصل إلى إجابة لهذا السؤال. أولا أغلب شعوب المنطقة ذات أنظمة حليفة، وخاصة ما يعرف قديما
بدول الطوق أصبحت دول السور الحامي للكيان الإسرائيلي. ثانيا، أغلب تسليح تلك الجيوش وتسليح غربي يتم التحكم به خلال أجهزة متقدمة جدا في البنتاغون، كما رأينا في تركيا عندما استطاعت تحييد الجيش في انقلابه على أردوغان عندما طلب الحماية. إذن هذه جيوش لحماية الأمن الداخلي فقط وليس للاشتباك مع عدو هو حليف للدول التي صدرت تلك الأسلحة. إذن الشعوب العربية مغلوب على أمرها سيد فرويلة، الشعوب العربية مغلوب على أمرها، الموضوع بيد الحكومات والحكومات مطبعة. الحكومات ليست مطبعة، ولكنها الحكومات لا تمتلك السلاح الذي تستطيع مواجهة العدو به. هذا السلاح هو سلاح واهم لحماية الأمن الداخلي وحماية والتصرف مع الشعوب، وليس لقتال الصهاينة تحديدا أو الغرب. الدول العربية المحيطة بإسرائيل ليس عندها أسلحة غير متحكم بها من الغرب أو حتى الشرق. حتى الأسلحة المضادة للطائرات في سوريا والتي يمتلكها الحليف الروسي لا تعمل خلال الغارات الصهيونية عليها. إذن الأمر محكوم. الزراع للشعوب العربية وللحكومات العربية مكبل إما اقتصاديا أو عسكريا، وبالتالي عدم استطاعة هذه الدول اتخاذ موقف، اللهم إلا موقف انتحاري، موقف حاسم قد ممكن. إذا أفهم من كلامك أن الحكومات العربية تخشى، لا تخشى من شعوبها ولكن تخشى من العقوبات التي لربما تفرض عليها. ليست العقوبات وحدها، ولكن التعطيل الذي قد يطرأ على الأجهزة التي يمتلكونها من خلال أنظمة. وماذا عن الحكومات التي طبعت مع الكيان الإسرائيلي وربما هي راضية بما يحصل الآن؟ نعم، هناك أنظمة في دول الخليج وتنطلق منها طائرات. أغلب عمليات القصف تم من بطائرات إماراتية، وأغلب الطائرات التي قدمت المؤونة وفتحت المجال الجوي للنزول في مطاراتها كانت الأردن القريب جدا من إسرائيل عار. وأيضا أنا كمصري أطالب حكومتي أن تتخذ موقف أكثر حزما وشدة في هذه الأمر، لأن مصر الكبيرة يجب ألا تقف متراخية إلى هذا الحد، ويجب أن تظهر ولو شيئا من الغضب، أن تحرك بعض الوحدات، أن تظهر استعداد لخوض قتال مع الصهاينة في حال استمر هذا الأجواء. طيب، أستثمر فرصة وجودك معنا في هذا التغطية سيد فرويلة. المقاومة تملك زمام المبادرة لحد الآن وتطلق صواريخ هنا وهناك بدءا من فادي واحد واثنين وثلاثة، وليس انتهاءا بقادر واحد الذي حقق منجزا كبيرا على أرض الواقع. كيف تقرأ إمكانية حزب الله؟ حزب الله لديه تفوق على الأرض، لديه تفوق في نوعية الصواريخ، في قوة النيران، لديه أنفاق تمتد حتى تل أبيب والضفة تحت الجليل وتحت غيرها، وهو ما ظهر في العملية النوعية التي تمت أمس، واختطفوا 7 عناصر من الجيش الإسرائيلي. عندهم قدرة كبيرة على الاشتباك وتحقيق النصر على الأرض، ولذلك نتنياهو اتخذ خطوة لتحييد هذه القوة وهذا التفوق الذي لمسه أيضا في غزة عن طريق حشد قوات كبيرة على الحدود مع لبنان لمنع غزو من قوات حزب الله. أيضا هو يريد أن يثبت هذه المعادلة، أنتم تتفوقون في الصواريخ ونحن نتفوق في طائرات F-35، وعليه لكسر هذه القاعدة. لابد أن تكون هناك دفاعات جوية، لو حسمها حزب الله يستطيع أن يتقدم ويستطيع أن يبتلع الجليل عمليا، لأنهم لن يستطيعوا مواجهة برية، وهذه المواجهة البرية مؤجلة بسبب تفوق الجو الإسرائيلي، ولن يحدث توازن بين القوتين إلا إذا تم تحييد هذا التفوق الجوي كما فعل حزب الله في سنوات، واستطاع أن يخسف المدمرة في عرض البحر التي كانت. أنا أشكرك جدا أستاذ ياسر فراويلة، عذرا لضيق الوقت، وأشكر شجاعتك أيضا، شكرا جزيلا لك. كان معنا من مصر
سيد ياسر فراويلة بدقيقة واحدة أستاذ مؤيد، كي نتحدث دقائق يعني على الموقف العربي. هناك لبس أن هذه الأنظمة العربية إن كانت لا تمتلك القدرة، لكن هل تمتلك الإرادة؟ هل هي فعلا راغبة في نصرة الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني ومواجهة إسرائيل؟ هي لا تمتلك الإرادة قبل أن تمتلك القدرة. عندما نتكلم عن قدرات حماس، حماس لا تمتلك قدرات دولة كما تمتلكها مصر أو تمتلكها الأردن أو الإمارات أو السعودية التي قدمت مساعدات بالمليارات إلى أوكرانيا. من الأولى بالمساعدات من المملكة العربية السعودية وحكامها، حماس وغزة وفلسطينيين أم أوكرانيا؟ هذا الأمر واقع. هذه الحكومات نصبت من قبل الأجهزة والخطط الغربية من أجل أن تحفظ أمن إسرائيل. لذلك عندما أتى محور المقاومة وتحديدا الحاج قاسم سليمان والحاج عماد مغنية وكل الشهداء معهم وأحاطوا إسرائيل، إسرائيل تسميه استطاع حاج قاسم سليماني أن يحيط إسرائيل بطوق ناري. لذلك واقعا أنا أستغرب من الأخ العزيز وزميلي أستاذ ياسر عندما يقول أن هذه الدول لا تمتلك القدرة، يجب أن تمتلك الإرادة. المقاومة العراقية اليوم تعمل بإرادات وبدعم شعبي وذاتي، هي لا تمتلك قدرات مقاومة ووصلت صواريخها ومسيراتها. طيب بنصف دقيقة، يبقى لدي الكثير. نتحدث عن موقف العراق من هذه الحرب، كيف رأيتم موقف سماحة السيد علي السيستاني حفظه الله والذي أدان العدوان ووصفه بالغاشم والوحشي ودعا الجميع إلى بذل كل جهد ممكن لوقف هذا العدوان وحماية اللبنانيين، كما دعا المؤمنين إلى تخفيف معاناة الشعب اللبناني وتأمين حاجاته الإنسانية. بنصف دقيقة. ليس غريبا على المرجعية الدينية التي هي صمام أمان لكل الأمة الإسلامية حاضرة في كل المفاصل المهمة. أهم ما في بيان المرجعية أنها أدانت العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم كما سمته، وبالتالي أيضا رفعت القبعة وحية المقاومين الأبطال، وهذه نقطة مهمة جدا. أعطت مشروعية لحزب الله وللمقاومين الذين يقاومون إسرائيل، وحملت كل شعوب المؤمنين والمسلمين ضرورة بذل كل الجهود على كافة المساقات، بذل كل الجهود من أجل تخفيف معاناتهم. فبالتالي بذل كل الجهود، رأس الوزراء، الحشد الشعبي، العتبات الجميل. وحتى فصائل المقاومة تعطيهم زخم معنوي كبير جدا للاستمرار بهذه العملية. الأستاذ مؤيد العلي من بغداد كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأيضا كان معنا الأستاذ حسان عليان من بيروت، شكرا جزيلا لك. والأستاذ ياسر فراويلة من مصر، شكرا لك. انتظرونا في تغطيات أخرى، إلى اللقاء.